فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من طلق الزوجة طلاقا بائنا فهل له أي يقول من طلق الزوجة طلاقا بائنا فهل له أن يتزوج قبل انقضاء العدة؟ لا، ما يجوز تزوج يعني أخرى قبل انقضاء عدة البائن، لا ما يجوز حتى تفرغ البائن من عدتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر بين لأن أحكام الزواج الأول لم تنقطع. نعم.